كوب اوف لا يا سيدي هو واحد المنتوج غادي تشريه وغتندم. عمر شي واحد قالها في الفيديو هذا كوب اوف لاي واحد المنتوج غتشريه وغتندم و سيصيفطوا لك 4 ديال الكروات. المهم هاد الكروات بالمجان اخوتي، راه حتى شي شركه ما تصيفط لكم كروات بالمجان، بانغود غتصيفط لكم كروات بالمجان. واو اتس اميزين، يو نو وات ام توكين اباوت رايت ناو، اتس اميزين. اوكي بانغود غتصيفط لك 4 ديال الكروات كما تبان لكم. Nobody has ever done this before. حتى شي واحد ما دار هادشي من قبل. بانغود تقدر تصيفط لك 4 الكروات، حيت خصكم ضروري تصيفطوا له داك الاكسيد الكربون ولا شي حاجه، المهم الهيدروجين ولا شي حاجه ديك اللي تقدر يطير. اما راه تشريه تندم، عرفتي تشريه تسبني يا صاحبي في الكومونتير، اقسم بالله تتسبني تقول لي يا ناصر خرجتي علينا. يو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اخوتي اخواتي في القناه ديالكم جروا الميكرو ايس فلوغز. هذا الانترو درتو جوج مرات واحد النهار، كنت تنهضر بحال هكا وقلت لكم مرحبا بكم في ايس لا تجروا الميكرو فلوغز. المهم السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. ان شاء الله بحول الله في هذا الفيديو هذا غادي يكون تيك ريفيوز، المهم اخوت في هذا الفيديو هذا عندي 5 ديال المنتوجات اللي توصلت بهم من الموقع بانغود. ان شاء الله بحول الله غادي نحاول ندير لهم الريفيوز ناو ونشوفوا شنو جانا. المهم 5 ديال المنتوجات، كل منتوج غريب جدا، وكاينين المنتوجات اللي غادي يعجبوكم، كاينين المنتوجات اللي ما غاديش يعجبوكم، كاينين المنتوجات اللي غادي الا بغيتو تشريوهم غادي تلقاوهم في اللينك ديسكريبشن، لينك الخانه ديال الوصف، دخلوا وغادي تشوفوا الثمن ديالهم شحال دايرين. المهم الخوت هذا فيديو المنتوجات كاملين توصلت بهم من شركه ديال بانغود ولا الموقع ديال بانغود. باش ما نطولوش الفيديو بزاف وهاد الريفيوز هادو ما غنديرش ليهم شي مونتاج اللي زعما نضيع فيه الوقت والضو وكذا والتحركات، فقط حل طردق ليا العلبه، جبد المنتوج، وري لكم المنتوج، والناس اللي باغيين يقراو على المنتوج ويشوفوا التصاور ولا شي حاجه يدخلوا للروابط اللي تحت في الديسكريبشن لينك ولا الخانه ديال الوصف يقراو على المنتوج. اول حاجه يا خوت، اول منتوج هو هذا، المهم هذا الناس كيشريوه، كانوا تيشريوه بزاف. انا يلاه فقت من القلبه، وناصر خصك تجيب داك ستيلو اللي فيه الكاميرا. اوكي جبنا ستيلو اللي فيه الكاميرا اللي هو هذا خوت. هاد ستيلو هذا بيزنس ريكوردرز، هنايا هاد ستيلو هذا الخوت فيه كاميرا كيصور بالكاميرا، الكاميرا ديالو واضحه وكيصور حتى بالصوت. المهم باش نحلوا هاد العلبه هذه ما غاديش نحاول نتيستيها الخوت، ما عنديش الوقت بزاف باش نبقى نتيستي باش ما نطولش الفيديو بزاف، حيت عندي عندي 5 ديال المنتوجات خصني كاملين ندوزهم في فيديو واحد باش نسالي هاد المنتوجات. عندي اقسم بالله العلي العظيم الا دابا شي شحال هادي هما عندي هاد المنتوجات، اول حتى لهاد النهار هذا قلت ارى نديرو هاد الريفيو هذا. كما تشوفوا هذا هو ستيلو الخوت اللي هو هذا، نشوفوا شنو تيجي معاه بعدا، شنو كيجي معاه، تيجي معاه شنو؟ يجي معاه غير كابلي، هو اللي يجي معاه غير كابلي، هو اللي يجي معاه. اول ريفيو غادي تشوفوه في اليوتيوب اللي حمق، واحد حمق ما عندوش العقل كيدير ريفيو للمنتوجات. المهم كابلي زعما هاد الكابلي هذا تشارجي به هاد الستيلو هذا. المهم الخوت كيبان لكم هذا هو الستيلو، عرفتي يا صاحبي الكاميرا ديالو صغير وراه كيما تبان لكم. نشوفو فوكس فوكس، غنحاولو نديرو الفوكس لهاد الستيلو هذا. المهم ما نعرف واش كي كان تيبان هنا ولا لا. المهم الخوت هادي هي الكاميرا ديالو، تتكليكي مرة وحدة كيلتقط صورة، كتكليكي جوج مرات كيبدا العداد تيصور في الفيديو. الا حليتي ستيلو بحال هكايا، الا حليتي ستيلو بحال هكايا نشوفو فين هو، داك الستون الحلزون ديالو. اخوتي فين هو خوتي، خوتي فين هو، فين تدير له كارت ميموار اخوتي، بلات اخوتي بلات. اوكي هنا فين تيتشارجت التليفون كما تيبان لكم الخوت، هنا كابلي. شوف الصبع ديالي كي داير الله يستر ضربو ترن راه قلت لكم اخوتي هذا فيديو احمق. كابلي فين تشارجي هذا السيلو هذا، وهاد اللعيبه اللي تتبان لكم هنايا في ديك الفتحه هي فين تدير كارت ميموار. المهم غاديش زعما نشوفوا الصور ديالو، المهم غادي تلقى الرابط لتحت راه كاين في السيت كاع في السيت. نعاودو نشعلو شويه الضو حيت الموستاج ديالي كيبان كحال تمايا، كحال خصني نشعل له الضو.
كما ستشوفوا الخوت الناس اللي باغيين يشوفوا الجوده ديال الستيلو هذا غنخلي لكم الرابط لتحت في الموقع الاصلي بانغود. المهم البانغود راه ولا معروف بحر رمضان. كما تشوفوا ادخلوا غادي تشوفوا الجوده ديال الفيديو ديالو. صراحه الفيديو ديالو واضحه حيت انا ديجا كنت خديت واحد السيلو بحال هذا وراه درت عليه فيديو شحال هذه واقيلا شي 5 شهور هذه ولا 6 شهور. المهم فيديو فيه داكشي واعر. منتوج ثاني هذا منتوج ما عندوش الاصل. ما عرف علاش مدايرين هذا المنتوج كاع، ما عرفش علاش دايرينه. كوبو فلاي، غير السميه ديالو تعطيك الخبر. كوبو فلاي شنو زعما هذا كوبو فلاي؟ شنو تيدير؟ صنع لنا الصوارخ وكاتبين له زائد 14. انت تتفرج فيا دابا ناقص 14، ما خصكش تشري كوبو فلاي يا صاحبي كاع. كوبو فلاي يا سيدي هو واحد المنتوج غادي تشريه وغتندم. عمر شي واحد قالها في الفيديو هذا كوبو فلاي واحد المنتوج غتشريه وغتندم. انا نقول لك علاش غادي تندم. المهم منتوج كيوصلك بحال هكايا، المهم داكشي زوين. او شيت ذيس از سو كول مان، اي لاف ذيس برو، واو ات هاز ذيس ستاف اند ات هاز ذيس. او واو وات از ذيس؟ او ذوز ار فريكين وينجز. او ذيس ثينجز فلايز، اوكي something's cool. All right. من هنا حد الان المنتوج غادي يعجبك، واعر بزاف طق امر. او العينين نيف كذا هنايا تتبان لك، هنايا عاوتاني هاد النفاخه ديال الدرهم، وهنا كيبان لك عاوتاني هاد كوبو فلاي هادي تيليكوموند. هادشي كامل اخوتي جبنا المنتوج صايبناه باش هاد كوبو فلاي حتى هو يطير لينا، حتى حنا نتبعو نشوف واه كوبو فلاي طاير. قالك اسيدي خصك تشري له الهيدروجين ولا الاكسجين ولا تشري له المقاطع ولا ما، المهم الغاز ثنائي اكسيد الكربون، المهم شي حاجه الهيدروجين ولا شي حاجه اللي كطير هذا الشيء. قلت له انا عندي غير ثاني اكسيد الكربون نصوت فيه بحال هكا واش غيطير ولا لا؟ قالوا لي نو اي وونت فلاي. اي واز لايك اوكي جيت ذا شير اوت اوف ماي فيس، سمحوا لي. هذا الخوت هذا كوبو فلاي هو هذا اللي عيبان لكم هنايا. شتو الخوت شنو هو كوبو فلاي؟ ولا كبور فلاي؟ ما تشريوش، حيت الا شريتوه غتندموا. فحالي انايا الان راني خديت هذا المنتوج هذا، قال لك اسيدي كان يو جو اند باي الهيدروجين ولا شي حاجه؟ قلت له واش انا ما عندي خدمه، ما عندي شغل، نمشي نشري الهيدروجين باش نطير كوبو فلاي ونقول اوه اتس فلاين؟ نو. المهم ما تشريوش، الباتري غيطفي. ثاني حاجه اللي هذا خصكم تشريوه، الناس اللي ملعقين وعندهم طوموبيلات خصكم تشريو هذا المنتوج هذا. المهم الخوت هذا للسيفتي ديالك، ولا الامان ديالك ضروري خصك تشري هذه. الا كنتي تتسوق مثلا، كنتي تتسوق الطوموبيل ديالك وبغيتي الامان ديالك، ضروري خصك تلصق. شنو تلصق في الطوموبيل ديالك؟ كاميرا. اخوتي شنو غادي دير؟ هذه شي حاجه واعره ديال بصح. انا غادي نحاول نحل العلبه دابا، راه اول مره غنفتح العلبه، راه ما تقولوش لا ديجا فتحت العلبه ولا شي حاجه. هذه اخوتي شي حاجه واعره بس ديال بصح. هذا سيدي قال لك اسيدي او والله الا شي حاجه واعره. واو انا حكرت هذا العجب، هذا وصلني هذا المنتوج هذا وحكرته. شوف كي دايره الساط، او تاكتيل واللعيبات فيها المود اب اوكي داون مانيو، او سامثينغ سو كول، شي حاجه واعره ديال بصح. المهم انا شفتها في الفيديو زوينه عجبتني، عندي واحد الطوموبيل خرشاشه بغيت نلصق ليها حتى انا هذه الكاميرا هذه باش نكون غادي سايق ان شاء الله بحول الله. باي ذا واي الناس اللي تيتفرجوا فيا الان غادي نحاول ندير زياره العديد ديال الولايات الولايات هنا في امريكا. الناس اللي في نيويورك رحبوا بيا راه غنجي لعندكم، الناس اللي في كاليفورنيا رحبوا بيا راه غنجي عندكم، الناس اللي في اول او الناس اللي في المهم الناس اللي هنا في امريكا راه عندي سيمانه، سبع ايام غنكون انا هو بنو بطوطه كاميرا وغنتسارى هاد الولايات، غنتسارى بعد تقريبا شي خمسه الولايات. الخدمه ديالي قالوا لي ناصر يو نيد تو تيك سم دايز اوف بيكوز يو غانا داي. اي واز لايك يس يس، اه ام غانا تيك سم دايز اوف برو اند يو غانا باي مي. ذي سيد يا
all these days are paid. I was like, okay, all right, I'm gonna get out of here. قالوا لي يا سيدي غادي تاخذ واحد 7 ايام وغادي نخلصوك فيها, سير تسالى مع راسك ومن بعد عاوتاني تجي لينا جديد. قلت لهم واخا. المهم رحبوا بيا الدراري, الناس اللي ساكنين في نيويورك كاليفورنيا ولا شي حاجه, راه غادي نجي تمايا غنجيب كاميرا ديالي وقفه ديالي, وبغيتو ترحبوا بيا مرحبا بكم, ما بغيتوش راه غادي نكريشي وطيل تمايا ولا نجي نحدد حتى الدفه ديال داركم وغنعس. المهم هاد الكاميرا اخوتي باش ما نطولوش بزاف, دابا على الموقع صحابه واش كنت نشرح الكاميرا. راه قلت لكم هاد الريفيو راه حمق, حيت ما عندي غرض انا في هاد الشيء كاع. كاميرا تتلصق هكايا, مازالين شي حوايج هنا كيجيو, عرفتي خملة ديال الحوايج هنايا, ما عرفت شنو هاد الشيء كامل. السيبور ديال الكاميرا اللي تتكون لداخل, ماشي السيبور, المهم تتلصق هنايا حيت كاينه. بلا تنوريكم القضيه, راه مازال هي كاميرا اخرى, راه جوج كاميرات, ماشي جوج كاميرات, هاد السكرين تتكون لداخل ديال الطوموبيل, حيت هنايا فين تتبان لك داكشي شنو تتصور, وفيها واحد الكاميرا, فيها واحد الزوم, ماشي الزوم, وايد انجل, بحال قلتي واحد الزاويه واسعه يمكن لك تشوف, عرفتي الطريق كامله واضحه. وحتى بالليل عندها واحد ستول الحلزون, واخا الظلام تيمكن لك نايت فيجن, بحال زعما واخا الظلام يمكن لك تشوف شنو كاين. وهاد الكاميرا هادي تتحطها لقدام ديال بحال قلتي بارشوك ولا ما عرف, قدام ديال الطوموبيل ديالك, والكابلي تدخلوا لداخل وتتربطوا مع هذه الكاميرا هذه, شي حاجه واعره ديال بصح. غادي نخلي لكم فيديو لتحت في الديسكريبشن لينك, غادي تفرجوا في الفيديو وغادي تشوفوا شنو تدير هذه الكاميرا هذه. ومازالين ماشي مصارنا هنايا عاوتاني, هذا غير شارجور ضروري تيصيفطوا لك الشارجور. المهم هذا الشيء اللي كاين, المهم هذا الشيء هذه شي حاجه واعره ديال بصح, هذه ماشي كوب اوف لاين, هذه للناس اللي باغيين يشريوها بصحتكم وراحتكم, حيت فيها واحد الكاليتي زوينه, وحتى كاليتي زوينه وتتصور بحال قلتي الرحله ديال كامله ان شاء الله بحول الله. ما نعرف الا قررت واش نطير ولا نسوق طوموبيلتي لهاد الولايات هادو, حيت بعيد الحال بزاف, راه ماشي بحال قلتي مسافر من كازا القنيطره ولا مكناس, راه الا كنت غنسوق طوموبيلتي راه شي 24 ساعه غير ديال الطريق. المهم هادي غادي تخلي لكم فيديو ديالها, غادي تدخلوا غتفرجوا فيه. الناس اللي هنا في امريكا خصكم تشريو هادي, حيت هنايا حيت حتى الا قدر الله شي واحد ضربك بالطوموبيل وقال لك نو 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 يو هيت مي فيرست ولا شي حاجه بحال هكا, قول له جاست فاك اوف, اي جات ذيس كاميرا, اي جات يور باك برو, اند ذن وقول له اجي نشوفوا شنو صورات هاد الكاميرا. غادي تلقاه بلا قاسك ولا شي حاجه ضربك بالطوموبيل, وغادي يقول له انشورنس راه ليا العاقه ديال بصح. هادشي داكشي واعر اخوتي, داكشي ديال بصح. شوف كلشي ديال الله, كلشي ديال بانغود. جوج منتوجات اخرين بقاو, هادو ما غاديش نتيستيهم حيت خصني التلفازه وكذا, وما فيها ماينود والله اخوتي, ما فيها ماينود. اول واحد غيدير ريفيو ديال شي منتوجات وهو عرفتي معجاز ديال بصح. 8:35 دقيقه, عندي 9:30 خصني نمشي للناس. اول حاجه غادي نشوفوا هاد البوكس هادي, شنو فيها. قال لك اول حاجه تيقول لك 4K, وفيها سي دي ار جي 45 واي فاي او تي اي. وات از ذس؟ يس اتس ا تي في بوكس مان, هذا تي في بوكس. تي في بوكس وات از ات؟ هي ناصر, وات ار يو توكين اباوت مان؟ اي دونت نو وات ار يو talking about. شنو انا صار, شنو هذاك تي في بوكس؟ تي في بوكس هو تترجع التلفازه ديالك سمارت تي في. وات يو مين باي سمارت تي في؟ التلفازه ديالك تترجعها بحال التليفون ديالك, تتولي اندرويد ولا اي حاجه بغيتي, تتفرج في نتفليكس, كاين نتفليكس, تتفرج في امازون برايم, راه كاين واحد امازون برايم ديال الافلام وكذا, تتفرج تتصفح في المواقع, تولي انت خدام في التلفازه ديالك بحال خدام في التليفون ديالك, ما تحتاجش كاع تدخل التليفون. التلفازة عندك كبيرة, تتولي تتفرج في يوتيوب, تتفرج في النتفليكس ديال الأفلام, تفرج في أي حاجة. كاينين بعد تيليشارجي الألعاب بحال قلتي, بغيتي تيليشارجي بحال قلتي سالوندريات ولا بحال هكا شي مهم شي جو, نتوما راه تتعرفوا لي جو, بغيتي تيليشارجيهم غادي تولي تتلعب في التلفازة. نتايا ما كنتيش تتلعب, عندك موستاج بحال ديالي وكذا واللعيبات, ما تتلعبش لي جو, يمكن لك تفرج في أفلام, يمكن لك تيليشارجي دي زابليكاسيون, يمكن لك تصفح الفيسبوك ديالك في التلفازه ديالك, مجرد تي في بوكس. اوكي ستوب ناو, وي نيد تو سي وات از انسايد ذا بوكس مان, غادي نشوفوا شنو كاين وسط البوكس.
ترى قلت لكم هذا الريفيو هذا احمق ريفيو دي... ريفيو عم هذا بنقول غادي تندم هتندم تقول لي هتقول لي رد لي داك الشيء اللي صيفطنا لك رد لي انت واش هذاك ريفيو ولا ما عرف اسيدي تي في بوكس هادي بنقول ثانك يو سو ماتش بنقول فور سيندينغ ذس تو مي بيكوز ذس تي في بوكس ها فيه لانتير مهم دابا غيفهموني حتى هذيك لانتير ما غيفهموش تي في بوكس مان هذا 4K You know what 4K is? 4K هي تولي التلفازة ديالك عرفتي شو البخوشة بقى يخرج من التلفازة وكذا هذيك الوضوحية وكذا وضوح الشمس في وضوح النهار ولا ما شنو تيقولوا ليها تي في بوكس وير غادي ان شاء الله بحول الله غادي نحط هذا التي في بوكس في التلفازة ديالي اللي لهي وغادي نشوفو انت ونوريكم المهم ما كاينش المونتاج ما كاينش اوكي راه هي التلفزة تمايا غادي نحاول ان شاء الله بحول الله غادي ندير تمايا التي في بوكس وغادي نتفق نتفرج في الافلام شي حاجه مت ديال بصح المهم بنقول سمحوا لي يا راما خو سمحوا لي بزاف كنت نصور فيديو يا تسالي تسالات لاباتري ديال الكاميرا مشيت شارجيتها راه دابا شي ساعه عاد رجعت المهم خوت نرجعوا للريفيو الحمق ديالنا المهم تي في بوكس اخوتي هذا تي في بوكس 4K في جوده واعره بزاف كيجي بحال هذا الشكل هذا مهم انا تنشرح الان وواحد الفيديو غادي يكون تيدوز على هذا التي في بوكس حيت انا ما غاديش ندير ريفيو غادي تشوفوا الريفيو من شخص اخر دار الريفيو مهم شنو تيجي المانيوال ولا كيفاش تستعملو كيجي ضروري الشارجور علاش ديما تيصيفطو الشارجور علاش زعما ما يخدمش بلا شارجور مهم كيبل ديال الباور ديال الطاقه HDMI الكيبل اللي تتلصق هذا مع التلفازه وكتجي معاه ريموت كنترول اللي هي تيليكوماند هادشي اللي كاين الخوتي شنو معلومات عليه كاين معلومات بزاف غادي تدخلوا للموقع غادي تلقاو المعلومات عليه كامله شحال زعما الميموار ديالو شحال بزاف الحوايج غادي تعرفوا على بزاف الحوايج كما تشوفوا هنايا المهم غادي تعرفوا بزاف الحوايج عليه انا ما نقدرش نعطيكم معلومات كاملين حيت ما بغيتش نطول الفيديو بزاف والمنتوج الاخير اخوتي اللي تيبان لكم هنايا اللي هو ما عرف شنو طرا المنتوج الاخير اخوتي المنتوج الاخير اللي هو تي في بوكس عاوتاني ما عرف علاش صيفطوا لي جوج ديال تي في بوكس واحد غندير له جيف اواي حيت دابا عندي جوج ديال تي في بوكس واحد غندير له جيف اواي ديما كنقول لكم اخوتي انا غندير جيف اواي شنو ماشي غادي نصيفطو بالمجان راه الا بغيت نصيفط هذا الخوت راه $50 باش كنصيفط هذا علاش ما نديروش واحد القضيه علاش انا شوف بحال قلتي دير لايك لهاد لا فيديو هادي الا وصل الفيديو 10000 لايك غادي نحاول هاد الفيديو غادي نحاول نشيبي هذا نشوف شكون نختار واحد فيكم ونشيبي واحد من هذا حتى هو 4K مهم غادي يكونوا بحال بحال مهم الا وصلت هذا الفيديو هذه 10000 لايك غادي نختار واحد منكم وغادي تكون اليوتيوب ديجا خلصاتني في هذا الفيديو نقدر نكون ربحت واحد $25 ولا $30 حتى على حسب المشاهدات الا تشاف الفيديو شي 50000 راه غادي يوتيوب تعطيني ديك $25 ولا $30 ونقدر ناخذ ديك الفلوس ونشيبي بها هذا الشيء حيت باش نشيبي هذا $50 اللي هي 500 درهم اخوتي راه ماشي 500 درهم راه بزاف المهم اخوتي هذا تي في بوكس نشوفوا نفتحوه حتى الناس اللي باغيين يربحوه غادي يعرفوا شنو كاين تيجي معاه دابا بانكوت صحابهم واش كنشرح لهم المنتوجات راك حلوه مسخط انا تنهضر على المهم اول حاجه تي في بوكس عرفتي بلاندي عرفتي تهرس به السكر هادشي اللي قالوا لي ما نعرف قالوا لي قول هاد القضيه هادي قول لهم تي في بوكس راه تهرس به حتى السكر كويك ريفرنس جايد المهم اول حاجه كتجي مع هذا عاوتاني كيبل زعما شي حاجه ما تخدمش بلا كيبل المهم اول شيء هو الكيبل كيفاش تكونيكتي مع الضو ثاني حاجه اتش دي ام اي الكيبل ديال HDMI هو هذا و تيصيفطوا لك 4 ديال الكروات المهم هاد الكروات بالمجان اخوتي راه حتى شي شركه ما تصيفط لكم كروات بالمجان بانغود غتصيفط لكم كروات بالمجان واو اتس اميزين يو نو وات ام توكين اباوت رايت ناو اتس اميزين اوكي بانغود غتصيفط لك 4 الكروات
كما تبان لكم. Nobody has ever done this before. حتى شي واحد ما دار هذا الشيء من قبل. بانغود تقدر تصيفط لك 4 الكروات وتيليكوموند. تيليكوموند عرفتي كبر من تي في بوكس. المهم باش ترتاح مع راسك دير بحال هكا وبقى تفرج كذا بلا ما بقات تشوف تيليكوموند. المهم تيليكوموند مزيانه. تي في بوكس. Let's see what we got here. بانغود thank you so much. You sent a lot of stuff. تفهموا لونجلي بانغود راه تفهموا غير لونجلي. شنو هنايا؟ شوف كي داير هاد تي في بوكس. واو كومون دود ذاتس فريكين اميزين. او واو ذيس از اكشلي اوسم. يو بيتر باي ذيس. اي لايك انت دابا غير دابا تنهضر بالانجلي باش تفهمني بانغود. I would like you guys to buy this because this is wow. This is how I can describe these products right now from Banggood.com. This is wow. You won't find this in anywhere else because this is freaking awesome. صبغت Banggood والله الا صبغتها بالله. واو شحال فيها ديال اليو اس بي 3 1 2 3 وفيها حتى تيفلو مغني الراب تي اف كارت ميموار زعما كارت ميموار وفيه هنايا واحد الشاشه وكذا واللعيبات كاين هنايا عاوتاني واربعه ديال اليو اس بي 4 عرفتي شنو هي 4. هذا بزاف هذا بزاف. نقدر نخلي هذا ونصيفط لكم الاخر الدراري بالرجوله غير بالرجوله. نقدر نصيفط لكم الاخر ونخبي هذا عندي. وفيه كيبل ديال الانترنت الا بغيتي دير له الانترنت وكاين اتش دي ام اي وكاين طفي وشعل ولا شي لعيبه ما فهمتش. كاين فين دير له الضو وكاين الافي الكيبل ديال بحال قلتي ديال الاوديو فيديو كذا واللعيبات. هذا خوتي غادي ندير له واحد الفيديو تفرجوا فيه 4K هي بحال قلتي شي جوده رائعه جدا. 4K بحال قلتي جوده يا سلام اكثر من فول اتش دي. المهم زدت هاد القضية هادي ما كانش عليا نقولها انتوما راكم تتفهموا احسن مني. هاد القضية ديال شرح 4K يا ربي بانغود ما تفهمنيش شنو كنت نقول. شي حاجة واعرة. هاد الريفيو ما عمركم ما تلقاوه في شي شانيل اخرى حيت خوكم اي دونت تسوق. ما تنتسوقش لهاد الشي كامل. انا اخر مرة غادي ندير هاد المنتوجات هادو. المهم صيفطوا لي هاد الشي. انا راه شوف راه ما مخلص حتى ريال اقسم بالله العلي العظيم الا هاد المنتوجات ما شد فيهم حتى ريال وصلوني ما شد فيهم حتى شي سنتيم. تنحلف بالله ما شد فيهم حتى شي سنتيم. وصلوني المنتوجات قالوا لي بين هاد المنتوجات للمشتركين ديالك حتى الناس اللي باغين يشريو داك ستيلو خلي لهم الرابط. الناس اللي باغين يشريو هاد تي في بوكس خلي لهم الرابط. وقلت لهم هذاك كوبو ولا شنو اي فورغات ات هذاك كوبو فلاي. قلت لهم ما غاديش نخلي لكم الرابط لتحت حيث اللي غادي يشريه غيندم حيث خصكم ضروري تصيفطوا له داك الاكسيد الكربون ولا شي حاجه. المهم الهيدروجين ولا شي حاجه ديك اللي تقدر يطير. اما راه تشريه تندم عرفتي تشريه تسبني يا صاحبي في الكومونتير اقسم بالله تتسبني تقول لي ناصر خرجتي علينا. المهم الخوت نتمنى يعجبكم هذا الريفيو. هذا ريفيو حمق وقيلا بانغود عمرها غدير معايا شي ريفيو. اخر ريفيو غادي تشوفو في حياتك هو عندي اليوم وقيلا حيت بانغود شوف صحابهم واش غندير لهم شي ريفيو الضوا وكذا اللون خضر الصفار كذا واللعيبات والمنتوج كيدور وانا خارج لهم موستاجي كي الشيطان وتحسين داير بحال الجن قسم 8 مجيد قسم 8 وقلت لكم شريو تي في بوكس. المهم الخوت هادشي كان فقط في اطار المستملحات. انا راه ديما عندكم شوف غير المستملحات غير الضحك خوتي. دخلوا المواقع الروابط اللي غنخلي لكم طلعوا شوفوا الثمن ديال هاد المصيبه هادي راه ربي اللي غالب وصافي واش عرفتي راه بحال شي جوطيه دابا محطهم قدامي بحال هكايا وخصني نبرح. ريكلام خذ يا لالا خذ يا سيدي ما بقاش وشحال بعنا في الجوطيه صاحبي والله الا بعت في الجوطيه تطبت. المهم اخوت بيس ليكم نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا المفروح ديال بصح عرفتي كريزي 36. شوف الا وصل الفيديو 10000 لايك غادي ناخذ واحد من تي في بوكس وان شاء الله بحول الله غادي نصيفطو الفائز. انا على ود على شوف هذا الفيديو وصل 10000
كان قسم بالله العلي العظيم حتى ناخذ هذا المنتوج هذا ونصيفطو لواحد فيكم. الا ما وصلش الفيديو ل 10000 لايك حيت شوف وين وين تيقولوها الناس بزاف في الشينوا تيقولوا هذيك وين وين تيصيفطوا تيقولوا لي واش دير لينا الاشهارات تيقولوا لي واش دير لنا شي اشهار وين وين زعما انت تربح وانا نربح. المهم وين وين انا وين 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 بيناتكم شنو نديرو؟ وصل الفيديو 10000 غادي تكون اليوتيوب صيفطت لي واحد $25 ولا $35 I don't know how much I'm gonna get so وغادي ناخد هذيك خمسة هذيك الصرف اللي غادي ناخد غنشيبي به هذا المنتوج هذا. ونتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم فيديو مفروح ديال بصح اخر ريفيو غادي بانغوت صافي شوف بانغوت غدير عليا كروه ما عمرها غتصيفط لي شي لعيبه. بيس ليكم اخوتي كان معكم ناصر عايز فلوجز تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. Peace.